صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدملكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. طبعا كذلك مشاركاتكم ويانا في البرنامج جدا مهمة وتثري البرنامج كذلك. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في البرنامج في الإعداد، إعداد البرنامج خلال هيئة فريق الإعداد خلال من هيئة صحة دبي، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أبو محمد نمر محمد. حياكم الله ويانا، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. مستمعينا أذكركم برقم التواصل 6005514114 وعلى الرسائل النصية 6004. حياكم الله. الله المعلومة الرسائل النصية 4006. حياكم الله. مستمعينا مثل ما عودناكم فقراتنا بتتنوع، فقرات طبية وصحية وكذلك تغذوية. طبعا مثل ما عودناكم أول فقرة عندنا اللي هي الخبر المحلي أو العالمي. يقول خبرنا اليوم: العلماء يحذرون من خطورة السمنة في منطقة البطن لدى كبار السن. طبعا للجميع، بس اليوم نحن الدراسة تتكلم أكثر عن كبار السن. حذر فريق من العلماء من خطورة السمنة في منطقة البطن لدى كبار السن، لأنها قد تؤدي لضعف العضلات وتراجع القدرة على المشي. ووجدت دراسة حديثة أن ما وصفته بالمزيج الخطير المتمثل في دهون البطن والعضلات الضعيفة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة في قدرة كبار السن أولا على المشي وكذلك سرعة حركتهم، وفقا للوكالة الآسيوية الدولية للأخبار ANI. وقالت الدراسة كذلك أن المشي البطيء هو نتيجة طبيعية للشيخوخة، ولكن عند انخفاض سرعة المشي بشكل حاد فإن ذلك يؤدي إلى حدوث مشاكل كبيرة في قدرة الشخص على الحركة كذلك. وأجريت الدراسة من قبل باحثين في جامعة ساو كارلوس الفيدرالية في البرازيل بالشراكة مع زملائهم في كلية لندن في المملكة المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة إيج أند إيجينج. وقال المؤلف المشارك في الدراسة تياغو دا سيلفا ألكساندر: لقد أظهرت دراستنا أن تراجع سرعة المشي يحدث بشكل رئيسي عندما تقترن دهون البطن بضعف العضلات، إذ لم تنخفض سرعة المشي بشكل حاد لدى كبار السن الذين لديهم دهون في البطن فقط أو عضلات ضعيفة فقط. وقالت الدراسة اللي شارك فيها 2294 شخص تبلغ أعمارهم 60 عام أو أكثر، وبعد كذلك هاي العينة كبيرة تعتبر ومناسبة، أن سبب تراجع سرعة المشي لدى المشاركين يعود إلى تراكم دهون البطن اللي نشط مجموعة من الالتهابات الشديدة واللي تقلل من كثافة العضلات وكذلك تخفف من قوة العضلات خاصة عضلات البطن. طبعا هذا الخبر مو فقط أن خطورة السمنة في منطقة البطن بس لكبار السن، بس الدراسة ركزت على هذه الفئة أكثر، بس هي الخطورة على الجميع. خلينا نكون يعني من ناحية السمنة في منطقة البطن هي خطورتها على الجميع، ليس فقط على فئة معينة. لكن في الدراسات الطبية بتلاحظون أن نركز على فئات معينة وتطلع عليهم الدراسات، فتطلع أن دراسات تكون دقيقة أكثر، وكذلك نحدد فيها أشياء معينة نفضل دراستها بشكل مو يعني مثل ما نقول يعني يكون بشكل مفصل وبشكل دقيق. وهذا كان خبرنا لليوم. وطبعا فقرتنا الثانية بعد الخبر المحلي مثل ما تعودنا اللي هي فقرة السوشيال ميديا، بنتحدث خلالها عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم الأشياء اللي تتداول فيه. طبعا ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صباحك الله بالخير أسماء.
صبحك والله بالنور سرور دكتور. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك. دامنا اليوم الأربعاء عندنا إعلان وايد مهم. نعم. الإعلان يقول لكل الموجودين في إكسبو، خليكم في إكسبو لا تطلعون، لموجودين الحين حافلة التبرع بالدم الخاصة بهيئة صاحبة دبي موجودة في منطقة بلازا اللي هي خلف الإعلام ومقابل مركز دبي للمعارض شمال، موجودة حافلة التبرع بالدم، فاللي يقدر يتبرع بالدم يكون موجود الساعة 3 إن شاء الله، بيكونون موجودين من الساعة 3 لين الساعة 8 المساء، فكل الموجودين في إكسبو يقدرون يتبرعون بالدم في بين هالوقتين. ممتاز. هذا واحد، وأيضا ممكن أصلا يحصلون أيضا على ختم مميز لجواز إكسبو. نعم. في المركز في يعني عند الحافلة نفسها عند الحافلة بالدم. أيضا من ضمن الأشياء الثانية نحن كنا حاطين قنوات التواصل الاجتماعي وهو المثلث الوقاية من كوفيد 19 اللي نحن دائما نقوله تقريبا يوميا، اللي هو لبس كمامة، تباعد الجسدي، أول مسافة الآمنة كما يقولون، وتعقيم اليدين باستمرار. وايد مهم أن نحن نتم ملتزمين بإجراءات الوقائية. صحيح. ونحاول في كل مكان، سواء كنا في البيت، كنا برا البيت، في العزايم، يعني ما نقول لا تستانسون، لكن استانسوا بحذر. بحذر. وناس ما قلتي أسمع، يمكن كثير من الناس تقولك يعني هاي أشياء بسيطة معقولة بثقينة، بس جد هاي الأشياء حتى لو كانت بسيطة بس إلها نسبة أن تقينا بنسبة كبيرة كذلك. هي وخصوصاً الكمامة وتعقيم اليدين وايد مهمين. ما شاء الله نحن دائماً نفرك، كيف نحن بنات ما نفرك وايد عيوننا عسب الميك ما يخترب، لكن بشكل عام الناس يفركون عيونهم وايد خلال الشغل خلال هاو وما يشستون، فدائماً مهم إن الواحد يعقم عينه وما يدق مساحة العين والفم إذا ما كانت سبحان مخصوصة. الله، يعني في أشياء وايدة يمكن خلال عملنا اليومي يعني نلمسها بإيدنا وما ننتبه، يعني خاصة يوم تكونين مشغولة، فأن يوم نتعود أن نعقم إيدنا باستمرار أو أن يعني فتكون عادة لنا لا إرادية، فهالشيء بيقلل انتشار العدوى من شخص لشخص أو انتشار أي ميكروب كذلك، حتى لو ما كان كورونا فيروس كورونا، بس حتى الميكروبات الثانية. صحيح. تقريبا هاللي كان قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة والاستمتاع بالجو الجميل. صحيح. وخاصة اليوم مثل ما ذكرتي أسماء، اليوم في حافلة التبرع بالدم في إكسبو، فاللي موجود هناك وحاب يتبرع بالدم من الساعة 3 إلى الساعة 8 وهم شيء يصورون يسوون تاج على قنوات التواصل الاجتماعي، وهذا كذلك صوروا وحطوا كتاج كذلك. وجميل جدا، يعني هاي المبادرة جدا جميلة أنها شاركت كذلك في إكسبو، يعني الدم اللي يتبرع الشخص فيه يمكن ما يوصل لشخص واحد، يعني يوصل لأشخاص كثيرة لأن هذا الدم يتجزأ كذلك، وهذه فيها يعني مثل إنقاذ أرواح كثيرة تحتاج لهذا الدم. فيعني هاي دعوة منا خلال البرنامج اللي متواجدين في إكسبو أو الأشخاص اللي حابين كذلك يتبرعون ومتواجدين في إكسبو، الحافلة بتكون موجودة من 3 إلى 8 المساء. أسماء الجناحي شكرا لك. كفو عليك يا سعيد، برعت بالدم شي توفر المساعدة للإنسان في أمس الحاجة. سعيد كان اليوم في مركز دبي للتبرع بالدم في مستشفى لطيفة، وهو من أحدث المراكز في العالم، والعام اللطاف عدد وحدات الدم المسحوبة في المركز كانت حوالي 48 ألف وحدة دم، بارتفاع 8% عن العام اللي قبله، و 38% من هذه الوحدات راحت إلى مركز الثلاسيميا، والباقي إلى مستشفيات هيئة الصحة بدبي والمستشفيات الخاصة. وإذا يا سعيد مو برايم توصل للمركز، هناك حافلة التبرع بالدم إلى توصل للشركات والمؤسسات والجامعات، وكل إنسان ما عنده مشاكل صحية قادر على التبرع بالدم مرة كل 56 يوم. في مركز التبرع العملية ما تأخذ أكثر من 30 إلى 45 دقيقة، إضافة لكون عمل إنساني نبيل، التبرع بالدم يساعد على منع حدوث الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وطبعاً ينشط الدورة الدموية ويحفز نخاع العظام لإنتاج خلايا جديدة. وبعد التبرع يا سعيد أكيد تحس براحة وحيوية لأن الدم بجسمك يتجدد. التبرع بالدم مسؤولية مجتمعية وخدمة إنسانية، وعساكم دوم صحة وسعادة.
مستمعينا وعساكم دوام صحة وسعادة. يعني التبرع بالدم يعني يمكن مثل ما قلت لكم مو بالشخص واحد، يعني هذا الدم يعني مثل لنفصل الجزيئات في هذا الدم، وكل جزء منها تخدم مرض معين. فالشخص اللي يتبرع ما ينقذ حياة مريض واحد، ينقذ حياة مرضى كثار ومحتاجين لهذا الدم. وشيء كبير كذلك أنك تنقذ حياة شخص، يعني مثل ما نقول يعني ما في شيء أقلى ولا أهم من روح الأشخاص وصحتهم كذلك. وهذه فرصة لكل شخص متواجد في إكسبو، الحافلة بتكون موجودة، فسهولة أن الواحد يتبرع بالدم خلال هذه الفترة، والفترة كذلك 5 ساعات من 3 إلى 8، يعني حتى الواحد قبل ما يطلع أو خلال زيارة الإكسبو يقدر يتبرع بالدم إن شاء الله ويكون هناك. وطبعا هذا الشيء مبادرة جميلة سواء من هيئة الصحة في دبي وكذلك من الأشخاص اللي كذلك بيشاركون في هذه المبادرة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-500-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا مستمعينا. الحين عندنا فقرتنا الثانية، ومثل ما عودناكم في الفقرة الثانية نتكلم عن الفقرة التقذوية. واليوم طبعا فقرتنا جدا مهمة وخاصة في فترة الشتاء. اليوم بنتكلم عن فوائد اليانسون، ويانا الأستاذة رناد إبراهيم عبد الكريم، اختصاصية التقذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. طبعا يعد اليانسون احد الاعشاب الطبيه المشهوره والمتداوله منذ القدم، واللي تستخدم في العديد من العلاجات الطبيه، كما يتميز اليانسون بفوائده المتعدده للصحه بشكل عام. صباح الله بالخير استاذه رناد. صباح النور، يا هلا فيك، حياك الله ويانا في برنامج صحه وسعاده. اهلا وسهلا فيك عزيزتي. طبعا اليوم موضوعنا جدا شيق وهو عن فوائد اليانسون، فحابين نتكلم أكثر عن القيمة الغذائية لليانسون. تمام. طبعا مثل ما ذكرت اليانسون طبعا هو مفيد جدا في كل النواحي. كقيمة غذائية اليانسون يعتبر شحيح جدا بالسعرات الحرارية. نعم. وفقير بالبروتينات والدهون، ولكنه غني جدا بالعديد من الفيتامينات والمعادن، فهو يحتوي على الفوسفور، الكالسيوم، الحديد، الزنك، المغنيسيوم والبوتاسيوم، وأيضا هو غني بفيتامين سي وفيتامين اي والقليل من حمض الفوليك. فمثلا يعني ممكن نحكي المعلقة الواحدة الكبيرة من اليانسون، نعم، تعادل 2.1 جرام، ممكن أنها تحتوي على 7 سعرات حرارية فقط، وعلى جرام واحد من الكربوهيدرات، وكما ذكرت على نسبة يعني قليلة جدا من البروتين والدهون، ولكنها أكثر تحتوي على الفيتامينات والمعادن. أكثر شيء البوتاسيوم، يحتوي على تقريباً 30 ملي جرام من البوتاسيوم، ومن فيتامين اي على تقريباً 6.5 وحدة دولية أو انترناشنال يونت. نعم. بالنسبة تفضلي. نعم استاذ رناد. أيوه معك. بالنسبة نفس ما قلتي، بالنسبة هاي للقيمة الغذائية لليانسون، فحابين كذلك نتعرف عن أهمية وفوائد اليانسون بشكل عام. تمام. هناك العديد من الفوائد لليانسون اللي تعود على صحة الإنسان وتعالج العديد من المشكلات الطبية، ومن ضمنها أولا هي تعزز صحة الجهاز الهضمي، لا سيما في نواحيه التالية، منها تعزيز عملية الهضم. ففي القديم كانوا يستخدموا مغلي بذور اليانسون بعد تناول الوجبات الدسمة للمساعدة على الهضم. وأيضا معالجة الإمساك، فلليانسون وزيته خصائص ملينة، فهو مسهل طبيعي يساهم في علاج الإمساك والوقاية منه، وأيضا هو طارد للغازات، فله دور فعال في طرد الغازات، هذه من ناحية صحة الجهاز الهضمي. نعم. وأيضا هو معزز للشهية عن طريق تحفيزه لإفراز الأنزيمات الهاضمة في المعدة، مما يساعد في تعزيز عملية الهضم وأيضا تعزيز الشهية.
ثالثا هو مهم لصحة الجهاز التنفسي، خصوصا مثل ما ذكرت احنا حاليا في فصل الشتاء. صحيح. فإله دور فعال بأن شرب مغلي حبوب اليانسون بيساعد في علاج الربو والمشكلات التنفسية المختلفة، بيساعد في تقليل الاحتقان في المجاري التنفسية وعلاج التهابات الشعب الهوائية، فهو مثل تأثير مضاد لنزلات البرد والبلغم والسعال. فممكن أي حدا حاليا بهالفترة عنده سعال أو نزلة برد ممكن أنه يعمل مغلي اليانسون. صحيح. وأيضا له بعض الجوانب مثل مطهر عام وقاتل للحشرات، لأنه بيحتوي اليانسون أو زيت اليانسون العطري على مواد ذات خصائص مطهرة يمكن استخدامها لتطهير الجروح مما يمنع تسممها أو التهابها، وأيضا قد يساعد في عملية الشفاء. وله أيضا فائدة مختلفة وهي قدرتها على قتل بعض أنواع الحشرات مثل القمل. نعم. وذلك بمجرد وضعه على فروة الرأس. ومن ضمن أيضا فوائده لليانسون معالجة التشنجات والتقلصات، مثل ما ذكرت في الأول هو كثير له فوائد على صحة الجهاز الهضمي، فهو صحيح. في بعض الحالات الصحية أيضا الناس اللي بيعانوا من القولون العصبي أو الصرع أو السعال، فهو بخفف من التشنجات والتقلصات والألام العصبية اللي بتكون مصاحبة لها، إذ أنه يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب والأوعية الدموية المسؤولة عن هذه التشنجات. وأيضا هو مسكن للآلام ويساعد على الاسترخاء، فوجد لليانسون خصائص مسكنة ومهدئة للأعصاب وتزيل التوتر والقلق وألام العصبية، كما يحارب كل من الاكتئاب والإجهاد والغضب. عشان هيك كثير مرات لما الواحد يكون تعبان أو شيء بيحكوا له إنه خذ لك كاسة يانسون عشان تروق أعصابك أو صحيح صحيح. وفي بعض الحالات يعني ممكن يطبقوه، يعني ممكن يحطوا زيت اليانسون على جبهة الرأس إذا كان في عنا ألم أو صداع يعني. وكمان من ضمن فوائده إنه بيعالج اضطرابات النوم، فهو كمان مثل ما حكيت إنه هو مهدي وبيرخي الأعصاب، فممكن يساعد أكثر على الاسترخاء وعلى معالجة اضطرابات النوم أو الأرق يعني بشكل عام. أستاذ رناد، يعني سؤال من أبو محمد يقول شو الأفضل، أخذ كحب ولا لازم ينطحن عشان الفوائد تكون فيه أكثر؟ هلا ممكن عادي على الجهتين، في ناس بتفضل إنها تأخذ كحبوب، بس هو أفضل يكون مغلي كحبوب كامل كفائدة عشان الفوائد فيه تكون مستخلصة بالكامل. أيوة بتكون كاملة وتنغلى غلي وممكن ينشرب يعني. نعم. طبعا تحدثنا عن أهمية اليانسون وشو كذلك المشاكل الصحية اللي عالجها أستاذة رناد، الحين في فئة الأطفال خاصة. أيوة. شو أهمية وفوائد اليانسون؟ هلا يمكن إعطاء اليانسون للأطفال بس بكميات معقولة، إنها ممكن تساعدهم على تقلصات الأمعاء، لأنه كثير الأطفال بيعانوا منها خصوصا حديثي الولادة. صحيح. يكون دائما عندهم مقص أو تقلصات في الأمعاء، فممكن إنها تساعدهم، وبنفس الوقت بيعمل كطارد غازات، لأنه كثير الأطفال بيعانوا من موضوع الغازات هم حديثي الولادة. بس برضو لازم نكون حذرين لما نعطيه للأطفال، لأنه ما في عنا كمية محددة أو ما في عنا دراسات أثبتت كمية مسموحة خاصة بالأطفال. وهذا جدا مهم كذلك، لأن في يعني في فئات معينة تتخوف أن كأعشاب، حتى لو أعشاب، بس أن تقول لك الأطفال يمكن ما يقدرون يتحملونها، أو قوة هالنوع من العشبة أو هالنوع من الحبوب تكون قوية على معدة هالأطفال. بالضبط. عشان هيك إحنا ما عندنا كمية محددة للأطفال، بس لو أخذوا بكمية معقولة يعني إشي بسيط ممكن، بس إنه مش بكميات كبيرة. صحيح. وكذلك تخفيفها، يعني ما تكون بالنسبة يعني مثل الكبار، يعني بحط لهم ملعقة على كوب ماء حار إن أو أني أقلي، يعني تكون للأطفال جدا النسبة قليلة، حتى بالحبيبات نقدر نحسبها على الكاس. في منهم مرات بدهن الزيت تبعه مثلا ممكن على البطن أو شيء يعني كزي مساج يعني ممكن يكون. صحيح. بالنسبة كذلك أستاذة رناد، يعني هل هناك أي علاقة بين تناول اليانسون وإدرار الحليب لدى المرضعات؟ لما أشوف الأمهات المرضعات خاصة يركزون على نقطة أن إدرار الحليب يعني ويدورون الأشياء الطبيعية اللي تساعد على إدرار الحليب، فعشان كذي حابين نتأكد أكثر هل له علاقة بتناول اللي هو تناول اليانسون بإدرار الحليب أو لا؟ صح. نعم. الأطباء بوصوا بأنه تناول اليانسون كوسيلة لزيادة إدرار الحليب عند المرضعات،
ممكن انه يزيد من 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 كميه الحليب، وبنفس الوقت كمان هو مرخي، يعني ممكن يعطي يعني برخي الام وهي بترضع مثلا، فبتعزز من عمليه الرضاعه الطبيعيه، يعني ممكن تكون مرتاحه اكثر، بس هو نعم يعتبر كوسيله لزياده دائره الحليب. ممتاز استاذ رنا. طبعا لو نحسبها معظم الاشياء التغذويه او تقريبا كلها لها فوائد، واشياء كثيره عندنا لها فوائد كثيره، بس طبعا بشرط اني استخدمها في حد معين ما ازيد فيها. طبعا كل ما زاد الشيء عن حده مثل ما نقول انقلب ضده، او ابتدت تطلع لنا علينا الاثار الجانبيه لهذا الشيء حتى لو كان مفيد. فحابين نتعرف اكثر إذا كان هناك أثر جانبي معين لتناول اليانسون ولا لا؟ صحيح تماماً، مثل ما ذكرتي هلأ اليانسون بشكل عام هو آمن، بس لما إذا استخدمناه عن طريق الفم بكميات معتدلة. نعم. بس في بعض الحالات، أنا بعض الحالات الخاصة فعلياً يفضل تجنب اليانسون، مثل مثلاً الحساسية الغذائية. إذا كان بعض الأشخاص عندهم حساسية من اليانسون أو بعض النباتات اللي بتنتمي لنفس الفئة. نعم. مثل الكرافت، الشمر، الشبت، الكزبرة، فيفضل انهم ما يستخدموا اليانسون لانه ممكن يصير عندهم هاي الحساسيه. وفي بعض السيدات اذا عندهم حساسيه مثل من هرمون الاستروجين، تمام. نعم. فما بنصح بتناول اليانسون في هاي الحالات الصحيه، خصوصي في حالات يعني الله يعافينا ويعافيكم سرطان الثدي او سرطان الرحم. نعم. بالنسبة للحمل والرضاعة مثل ذكرت هو مفيد، بس بنفس الوقت يعني استخدام كميات باعتدال، لأنه ما في عنا دراسات كافية تثبت إنه مدى تأثيره خلال فترة الحمل أو الرضاعة. صحيح. يعني إذا يعني تناول كميات زيادة عن الحد الطبيعي. وللأطفال مثل ما حكينا إنه يفضل يكون عن طريق الفم، بس كمان كميات إنه آمنة، لسه ما في عنا كمية محددة إنه موصى فيها للأطفال. وأخيراً في عنا لمرضى السكري أن اليانسون ممكن يساعد على خفض مستوى سكريات الدم، فعشان هيك لازم يكون المرضى اللي عندهم سكري منتبهين تماماً لما يجي يأخذ اليانسون أنه ما يصير عندهم لا سمح الله هبوط في السكر مفاجئ أو صحيح. أكثر عن الحد الطبيعي. صحيح. أستاذة رناد، بما أن طرقنا الموضوع السكر، في رسالة تقول صباح الخير، هل على مريض السكري الامتناع عن تناول الخبز والرز والمعجنات المخبوزة والمعكرونة؟ طبعا خارج عن موضوعنا، بس أيوة. كموضوع تقدوي أو أنك كاستشارة تقدوية بخصوص مريض السكر والامتناع عن تناول الأشياء اللي مثل ما نقول تحتوي على الكربوهيدرات. لا، هلا اكيد مريض السكري بيحتاج انه يتناول الكربوهيدرات، بس طبعا في كميات محدوده. نعم. لانه كل مريض او اي انسان بيحتاج ياخذ جميع العناصر الغذائيه، واحنا هاي دائما بنحكي فيها كتغذيه انه اي شخص محتاج عناصر غذائيه ككربوهيدرات وبروتين ودهون بكل انواعها، بس كمريض سكر محتاجين انه احنا ناخذ الكربوهيدرات من مصادر اللي هي بنعتبرها السكريات المعقده، اللي هي مثل الرز او الخبز يكون كامل القمح. نعم. افضل، لانه لما ياخذ منتجات كامله القمح بيكون امتصاص السكر في الدم بشكل بطيء، فما بيرتفع عندهم السكر بشكل عالي مقارنه بالخبز الابيض. فعشان هيك مريض السكر ممكن ياخذ الخبز او الارز او المعكرونه او الكربوهيدرات، بس بكميات محدده من قبل اخصائي التغذيه او الدكتور، او حتى هو يحدد كميه انها ما تتجاوز مثلا عن شريحتين توست إلى 3 شرائح مثلا في الوجبة الواحدة. نعم. أو الأرز مثلا تقريبا نحكي من 2 مثلا إلى 3، على حسب طبعا كم هو محتاج من السعرات الحرارية. زي ما ذكرت إحنا منركز أنه يأخذ الكربوهيدرات المعقدة أو يأخذها كخبز أسمر. نعم. المعجنات طبعا إذا كانت بالطحين أسمر يعني مخبوزة ممكن أن يتناولها، أما إذا كانت بالطحين الأبيض فلازم يعني يحدد الكمية تقريبا واحدة أو على حسب ما إحنا بنحط الحصة التغذوية اللي هو بحاجتها، لأنها حترفع السكر بشكل سريع. صحيح. الإضافات كذلك اللي تنضاف أستاذ رناد، يعني مثل الخبز أو الأرز، مرات في إضافات معينة تنضاف إلها، يعني أكيد. مثل الحليب أو فها بيزيد كذلك من بالضبط، لأن الحليب يحتوي على الكربوهيدرات، وفي عندك كمان بعض المعجنات ممكن يكون داخل فيها العسل. صحيح. مثلا فبرضو ممكن يرفع من نسبة السكريات اللي فيها، أو النوتيلا أو الشغلات اللي هي أو المربى مثلا، فممكن إنها ترفع أكثر نسبة السكر.
وكذلك الزيوت أو نوع الزيوت. فيعني ننصحهم كذلك أن البطاقة الغذائية اللي موجودة كذلك سواء على المعكرونة أو على الخبز يعني جدا مهم تكون. مهمة جدا قراءة البطاقة التغذوية عشان يعرفوا الحصة الواحدة من الكربوهيدرات تعتبر 15 جرام، هاي دائما معروفة. فدائما على البطاقة التغذوية بقرأوا كم نسبة الكربوهيدرات، ولازم يحددوا الحصة. يعني ممكن الباكيت يكون مكتوب مثلا حجم الحصة منه حبتين مثلا بسكوت، نعم، أو مثلا حبة واحدة، فهي الحبة الواحدة هي تعتبر عن حصة واحدة من الكربوهيدرات اللي هي 15 جرام. صحيح، وهذا جدا مهم. أستاذة رنات، طبعا موضوعنا اليوم شيق وإن شاء الله نلتقي فيك في حلقات قادمة إن شاء الله في البرنامج. نشكرك، يوم سعيد إن شاء الله. ويومك أسعد إن شاء الله. أستاذة رنات إبراهيم عبد الكريم، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي، شكرا لك. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مستمعينا، اليوم في فقرتنا الأخيرة عندنا موضوع جدا مهم، وبنتكلم عن الحروق، الأسباب والوقاية. طبعا الحروق هي نوع من الإصابة في النسيج العضلي وكذلك في الجلد، وقد تسبب للشخص الكثير من الألم والمعاناة وربما تشوهات في الجلد، وقد تتطلب الكثير من العمليات التجميلية. وفي الفقرة هذه إن شاء الله بنتحدث عن موضوع الحروق من حيث الأسباب، الوقاية، وكذلك المضاعفات المحتملة والخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي للمرضى في هذا المجال. ويسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور شادي جابر، أخصائي أول جراحة تجميل والحروق بمستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتور شادي. يسعد صباحك دكتورة عائشة، شكرا كثير لبرنامجكم اللطيف واللي بيغني كثير معلومات عند المستمعين، ضرورية تكون لهم لحتى يقدروا يعرفوا هن شو واجباتهم الطبية كمان وكيف يتوجهوا إلى الأطباء بشكل صحيح. حياك الله ويانا وصباحك إن شاء الله أجمل وأسعد. طبعا موضوعنا اليوم دكتور شادي جدا مهم، مثل ما قلنا الحروق يعني حتى كانت بسيطة أو حتى يعني تكون حروق عميقة إلها الألم، حتى لو كان الحرق جدا بسيط بس له ألم شديد، خاصة على الشخص اللي يعني صارت له هذه حادثة الحرق. فحابين نتعرف أكثر اليوم عن أسباب الحروق وأنواعها بشكل عام. طبعا الناس بتستغرب يعني شو أسباب الحروق، عندنا أسباب كثيرة للحروق وليس فقط السوائل الحارة، فحابين نتعرف أكثر دكتور عن هذه الأسباب وكذلك أنواعها. تماما، هلا الحروق احنا بنصنفها كأسباب، أسباب خارجية، منها أسباب حرارية، ممكن كيميائية، ممكن كهربائية، ممكن إشعاعية. نعم. فحسب شو المسبب للحرق فهو بيكون انه منصنف الحرق كمسبب. الشيء المهم انه هو تصنيف الحروق طبيا، احنا بالنسبة لنا منقسم لأربع درجات، بس بالنسبة للناس بيهمها انه هي شو الأسباب. صحيح. ممكن تكون شعلة نار، ممكن تكون سوائل ساخنة، زيت عم يغلي، ممكن يكون في عنا مواد كيميائية بالنسبة للسيدات اللي ممكن إنه تشتغل بالبيت أو الخادمات، أو ممكن يكون في عنا للعاملين بالقطاع الصناعي. صحيح. مواد كيميائية عم يتعاملوا معها بمكان عملهم. فالموضوع بيختلف حسب التقسيمه، إنه هو بيكون حرق منزلي كمان، ممكن نقسمه حرق صناعي، يعني نعم. ممكن يكون الناس اللي بيشتغلوا بالمطاعم، يعني ممكن يكون عندنا احيانا اسباب الحروق هي مو اسباب غير مقصوده، يعني ممكن حوادث انتحار احيانا في ناس بيحرقوا نفسهم. فالاسباب متنوعه جدا، نحن بيهمنا من الناحيه الطبيه كاطباء انه اما تيجي المريضه عندنا على المستشفى في حروق بتكون بسيطه، نعم، ممكن انه تتعالج بالبيوت، ممكن تعالج عن طبيب بعياده خاصه،
أو بأي كلينيك طبي يعني مركز صحي مو ضروري للقدوم من المستشفى. أنا حابب استغل هالمناسبة لأقول إيه ما تيجي عنا المريض على المستشفى. نعم. للأسف عم نشوف أحيانا في مغالطات بمعالجة يعني بعض المرضى إن كانوا من أطباء عامين أو من أطباء أو من ناس بالحقل الطبي خارج الاختصاص الحروق. اختصاص الحروق اختصاص قائم بحاله شاتع المعلومات. صحيح. كتير بصراحة يعني الناس إنه ممكن تتعدى عليه وتوصف أدوية خاطئة. أنا هذا اللي حاب نوه عنه اليوم. وهالشيء جدا مهم دكتور. تمام. إحنا ما بدنا نعطي محاضرة للناس بالنسبة أنواع الحروق بس نوجههم. عادة في عنا حروق مثل حروق الشمس مثلا على سبيل المثال، بتلاقي المريض إنه يعني عم بيروح يدور على طبيب مشان يتعالج. ليش؟ لأنه عم بيشوف ألم، المريض متألم فلهذا السبب عم يبحث عن طبيب مختص أو مركز مختص للموضوع. هو بيكون حرق بسيط جدا بسبب بعض الناس بالمناطق الحارة، فممكن إنه يكون الألم هو السبب اللي خلاه يروح لعند الطبيب. بس هذا الحرق هو حرق درجة أولى عبارة عن احمرار وألم مكان التعرض للشمس. نعم. ممكن يعالجه بالمرطبات والمسكنات بالمنزل. فأكيد الجيل القديم كان عنده الخبرة الكافية يقدر هذا الموضوع ويعرف يعالج أبنائه وقت اللي بيتعرض لهيك أنواع من الحروق فترة الصيف. أو ممكن عامل بيشتغل كمان بأجواء شمس قوية ممكن يتعرض لساعات طويلة ممكن يتعرض لهذا النوع من الحرق. ببساطة هذا النوع من الحروق كافي إنه نحن نحط واقي الشمس لحتى نوقي نفسنا من هيك أنواع من الحروق القوية. نعم. وهذا هو درجة أولى بسيط جدا علاجه مثل ما ذكرنا. ننتقل للحروق اللي نحن بتهمنا كقطاع طبي. نعم. هي اللي حروق الدرجة الثانية اللي ممكن تصيب طبقات أعمق من البشرة سطحية، وهي بتنقسم من الدرجة الثانية لسطحي وعميق. نحن هذه بتفيدنا تقسيمات طبيا بس نحن يفهم المريض إيمت لازم يجي لعنا. نعم. لما تكون مساحة الحرق كبيرة أو إحنا شاف المريض عنده صار شيء اسمه بليسترز أو الدثور أو الفقاعات، هاي النوع من المظاهر المريض وتكون مؤلمة جدا. لما تكون عندنا هاي المظاهر معناتها الحلق بلش يصير أعمق. درجة الأولى أنها عبارة عن احمرار وألم فقط بالمكان، بس لما يصير في عندنا المسببات الحروق مثلا لهب أو ماء ساخن أو أي نوع تاني، لما يصير عندنا فقاعات وقت بدنا نتوجه على مركز أكثر تخصص أكثر من معالج نفسنا بالبيت. بيجي لعنا المريض على الإمرجنسي، بتقيم الوضع بمستشفى راشد. إحنا مركز حروق موجود بمستشفى راشد، وأكيد كمان موجود يعني أطباء أكفاء بكل المستشفيات إن كانت الخاصة ولا الحكومية، يقدروا يقيموا طبيعة هذا الحرق. صحيح. هذا الحرق هل هو عميق، هل هو مساحته واسعة، المريض المصاب هل هو كبير بالعمر فوق 50 فوق 60 سنة، هل هو تحت 10 سنوات، هل هو عنده أمراض يعني. فهم بعد ما توصل للمرحلة نحن كاتين مختص بعد تقييم الحالة، إذا كانت حالة المريض أكثر من 20% من مساحة سطح الجسم بحسبوها بطرق معينة. نعم. بعد نخوض فيها هلا، إذا كانت أكثر من 20% يتم نداء الكادر المناوب اللي خفارة مشان يقيم هذه الحالة محتاجة دخول المستشفى ومتابعة، ولا المريض ممكن نعطيه علاجات ويراجع بشكل متكرر. المرضى يلي بيكونوا أطراف العمر مثل الأطفال والكبار بالعمر، هدول نسبة الحرق إذا كانت عندهم حتى فقط 10% هدول لازم يكون تحت المراقبة أكثر. تماما، تحت إشراف طبي. وممكن هذا الموضوع أنه يستمر أحيانا يوصل لمرحلة شهور في بعض الحالات لما تكون مساحات الحروق كبيرة. هلأ الشيء اللي كتير مهم أنه نقول وين بينتشر الحرق، هذا كتير مهم. لما نعرف وين بينتشر نفهم ليش بينتشر هون وما بينتشر هون. بينتشر عادة بالمجتمعات الفقيرة أو بوسط العمال. ليش هذا الشيء بيصير؟ المجتمعات الفقيرة عادة بتكون أحيانا البيوت غير مجهزة لأسباب السلامة، بيكون في غرفة واحدة، المطبخ موجود ببداية البيت، الناس إذا صار أي حريق بالمطبخ ما بيقدروا مثلا على سبيل المثال يطلعوا من الغرفة اللي هن محتجزين فيها. أحيانا بيكون بالأبراج الغير معدة بشكل جيد لوسائل الأمان والسلامة، أو مثلا إحنا البيوت اللي بتكون بتعمر حديثا أول شغلة بياخذوا فيها بالاعتبار هي مبادئ السلامة والوقاية من الحرائق. صحيح. والتدبير في حال صارت،
يعني دائما في سلالم نجاة، دائما في رشاشات ماء بالأسقف، في طفاية حريق موجودة بالمطبخ، أو بيكون في عنا كفر بيكون خاص ممكن يستعملوه ليطفوا الحريق إذا صار بشكل مفاجئ بالمطبخ. فنحن وقت نعرف أنه هو موجود بمجتمعات فقيرة أو الغير أو المباني غير المهيئة، وبين العمال يلي بيكونوا يعني في اكتظاظ أماكن سكنهم أو بالمعمل بسبب عدم اتخاذهم، هن أحيانا العامل حتى بحد ذاته بيكون مهمل ما بياخد إجراءات الوقاية، بيكون صاحب العمل مأمن له الخوذة، مأمن له الجلافز الخاص ليتفادى الحرائق، البدلة الخاصة، بتلاقي العامل أحيانا كيرلس ما عنده مشكلة، في عدم الدراية كذلك دكتور تمام. يعني في ناس ما بعارفة أصلا خطورة تمام. المواد اللي يستخدمها كذلك تماما بيكون عنده يا بيكون عامل جديد يا بيكون فرط، يعني أحيانا الجهل مشكلة، والأصعب أنه فرط الخبرة هدول بيكون عندهم صحيح، فبيكونوا كيرلس أنه أنا ما عندي أي مشكلة. والنقطة كذلك المهمة دكتور، يعني في ناس كثيرة بعد تعرضها للحرق حتى لو كان من الدرجة الأولى تستخدم مواد معينة كعلاج أولي قبل ما تزور الطبيب أو قبل ما تزور الحوادث. الاجتهادات هذا صحيح، هذا أكثر شيء على نفسه، يعني مثل الثلج عندنا في حد يستخدم لك ثلج، في حد يستخدم لك مثل معجون الأسنان لتبريد المكان، في حد يستخدم لك الماء البارد، في حد يستخدم لك الملح، فهذه الممارسات هل تكون صحية أو شو تنصح تمام. الناس في هذه الحالات دكتور؟ تماما، نحن إذا بنحكي على الإجراءات الخاطئة نعم. فمثل ما قلت أحيانا استعمال الثلج المباشر على منطقة الحرق ممكن يساوي حرق بالبرودة يزيد الموضوع، دائما صحيح. وقت نستعمل العلاج لازم حتى إذا حطينا الثلج نحطه نلفه بقطعة قماش ما يكون في دايركت كونتاكت مع بين الثلج والجلد نفسه المحروق، هي أول شغلة. ثاني شيء نحن تغطيس اليد بالمي مثلا صار حرق الإيد صحيح، مشان ليش بنحط الإيد بالمي الباردة؟ لحتى أنه الحرق اللي صار ما يساوي ديفيوجن، يعني أنه أو تسبريد مور، يعني ينتشر أكثر، يكون محدد بمنطقة معينة، لأن الحرق الحراري إذا صار بمكان وتركناه الحرق بدون تبريد فممكن انه يزيد من مساحته، يزيد من عمقه، فلهذا السبب كثير مهم. احيانا مثلا بعض الامور نعم. ممكن المحيط انه او المحيطين فيه اذا صار حرق مثلا احترقوا ثيابه او شيء، اول شغله مهمه هي انه محاوله نزع مثلا المجوهرات اللي بتكون موجوده، يعني المجوهرات بتكون سخنه، فاذا زاد وقت الكونتاكت او التماس مع الجلد ممكن انه تعمل حروق اعمق صحيح، وخاصه مثل الذهب او المجوهرات تماما. اذا كان عندنا قدره او محاوله انه نشيله نقدر نشيلهم فلازم نشيلهم، بس اذا كان المحاوله شيلهم ممكن تعرض لمخاطر اكثر لا بفضل نتركهم صحيح. نقطه جدا مهمه دكتور تماما، ازاله الاقمشه اللي بتكون على ثياب المريض هي بتكون حاره عم صحيح هي عم تحرق وموجوده زادت فتره التماس وزاد عمق الحرق وزادت مساحته، فلهذا هي الإجراءات اللي بتكون ممكن بالبيت، تبريد المنطقة بالماء البارد. قديش منضل عم نبرد بالماء البارد كمان هذا سؤال مهم صحيح. لحتى يزول الألم أو مدة ساعة أحيانا منضل بنبرد لحتى نساوي الإجراءات الإسعافات الأولية. دائما أكيد يعني الاتصال مع الدفاع المدني والأطفاء على 997 رقم موجود إنه شان الناس مباشرة ما يمتد الحرق لأماكن تانية، ممكن تكون ناس عالقة أحيانا بمكان صحيح. الحرق هذه لأماكن الحروق أو الحروق للمباني، يعني تكون مباني الكبيرة تماما إذا نعم. كبير أحيانا حتى مبنى صغير بس إن مثلا جيلة بسيطة وصار حرق بالطابق الأرضي، فمثلا بيقولوا لك من وسائل الوقاية لما يكون في عندك جيلة مثلا طابقين يكون في عندك حبال لحالات الضرورة قصوى موجودة بالطابق العلوي، إذا صار حريق بالطابق الأرضي ما فينك تمر صحيح، بحبل بسيط تكون إنه الشخص قادر يهرب من الطابق العلوي للأرضي صحيح. يعني حتى ممكن إحنا شفنا حالات كثير هاي، ودائما التأكيد على العاملات بالمنازل إنه يكون في توجيه لهم كثير حتى توعية للمخاطر، حتى صحيح. ممكن تنحط أدوات الطبخ على الغاز وعلى الفرن، كيف ممكن انه هي بدون ما تنتبه ممكن تكون حاطه زيت
وهذا الزيت يقع على الأرض أو يشتعل، أو ممكن يكون مارر طفل يلمسها وتوقع عليه. صحيح. نخاف عليها ونخاف على الأفراد البيت من أخطائها. فالوقاية طبعا خير من العلاج في هاي الحالات. تماما. صحيح. نمنعهم من الدخول للمنطقة بشكل يعني. دكتور. يعني أكيد. دكتور يانا سؤال من مستمع يحتاج اسم كريم أو يحتاج كريم ما يبقي أثر للحروق المنزلية. تماما. طبعا هاي واحدة من المضاعفات مثل ما نقولها الجانبية للحروق المنزل، للحروق حتى لو كانت حروق منزلية. في ناس تتم عندهم الآثار فترة في جلدهم، فحاب يتأكد بخصوص نوع الكريم اللي يستخدمه عشان ما تبقى آثار للحروق المنزلية. هلا وجود الحروق انه لها آثار هذا شيء طبيعي إذا كانت عميقة. موقعنا كأطباء حروق وجراحين تجميل هو أنه دائما نحاول تداخل المبكر لما المريض يدخل عنا على المستشفى، أنه دائما إحنا بيكون المريض كانت مساحة الحرب واسعة، ممكن هذا الشيء يكون الجلد هو خط الدفاع الأول ضد البكتيريا والجراثيم. فدائما وقت بيصير الحرق ممكن أنه يصير المريض مناعته ضعيفة وتقدر الجراثيم والبكتيريا أنه تقتل هذا الشخص أو ممكن صحيح تراعته. اضطراب بالسوائل والشوارد فممكن انه تنتهي حياته. نحن دورنا للحالات المتطورة انه نمنع الوصول لهذه المرحلة. جماليا معالجة الحروق والتطعيم الجلد يلي بيصير جماليا بصراحة هو مانو جميل، يعني بس احنا بنكون انقذنا حياة انسان، بنكون حاطين كف ميزان حاطين حياة المريض وبكف حاطين نتائج الجمالية او وظيفة. صحيح. فنحن بنشوف هذا المقياس. أما شو الكريم يلي ممكن أنه يخفي الحروق أو ما يخفي أو يخلي الشفاء كامل، إذا كان درجته سطحية درجة أولى أو درجة تانية سطحية فعادة بيكون الشفاء كامل. إما بيكون الشفاء غلط وقت اللي بيستعمل الواحد علاجات غلط أو ما بياخد أدوية التهاب إذا كان في ضرورة لها. صحيح. فبيصير عمق الحرق أكثر 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 ويكون أكثر مرض على العلاج. فكريمات هلأ للأسف المعالجة الشائعة هي بالنيمو، ونحن نتحفظ كثير موجود بمستشفى راشد عن النيمو لأي نوع من الحروق، لأنه في حروق بتكون سميكة محتاجة أنواع أقوى من النيمو. صحيح. يحتاج استشارة الطبيب قبل حتى استخدام أي كريم لأثار الحروق. يعني فينا نقول انه نحن اذا كان درجه مثل ما قلنا فقاعات في الامور ممكن انه النيبو نحتفظ فيه اسف انه نحكي اسم تجاري بس هذا هو معروف يعني للمناطق التناسليه والمناطق الوجه، بس باقي مناطق الجسم اكيد في انواع ثانيه يفضل استعمالها. فالاستشاره بتكون جدا بتكون ادق لاختيار نوع الكريم او نوع كذلك الادويه اللي تستخدمها حسب قديش كميه السوائل اللي عم تطلع من الجرح، عمر الحرق، عمر الحرق مساحته، عمر المريض، كثير امور ومنطقه. صحيح. الحرق كمان. صحيح. يعني احيانا التداخل لازم يكون اسعافي لانقاذ اعضاء حيويه مثل العيون. صحيح. وفي حالات معينه دكتور تكون حروق جدا بسيطه بس ناخذ حذرنا كذلك، لان مثل ما نقول الاعراض الجانبيه تكون لها، واهمها طبعا الاثار، يعني الشخص يكون مرايج اذا اثار موجوده. كثير ورط نفسي كثير. صحيح. احنا دائما عندنا تيم خاص للدعم النفسي، تيم خاص للمعالجة الفيزيائية لحتى المريض يستعيد حركة جسمه بشكل ممتاز. دكتور نتمنى لكم كل التوفيق، الوقت داهمنا طبعا والموضوع جدا مهم، إن شاء الله بنتطرق له أكثر وأكثر إن شاء الله في حلقاتنا الجاية إن شاء الله. دكتور شكرا. دكتور شادي جابر أخصائي أول جراح التجميل وحروق بمستشفى راشد، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا الأخيرة للبرنامج اليوم، إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس التوقيت. أشكر فريق العمل وياي في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج نمر محمد، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر، ويومكم سعيد إن شاء الله، ونلقاكم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.